بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع دعوة حزب الكرامة أحد أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام في موريتانيا، دعوته للتمديد للرئيس من أجل مواصلة ما سماها الإنجازات التي قال إنها تحققت في عهده، واعتباره تلك الدعوة خيارا استراتيجيا. مع ضيفنا محمد الراضي والنهاه الأمين العام لحزب الكرامة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لن جزيلا. دعوتم للتمديد للرئيس من أجل إكمال ما اعتبرتموها إنجازات تحققت في عهدي، واعتبرتم الدعوة خيارا استراتيجيا، يعني لم تكتفوا بالدعوة فقط. طيب بسم الله لماذا كل ذلك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. أشكر قناة المرابطون على إتاحة هذه الفرصة. إحنا بالنسبة لنا أجرينا مؤتمر صحفي يوم الاثنين، والهدف من المؤتمر هو المؤتمر الصحفي وهو شرح مخرجات الحوار الوطني الشامل الأخير والتعبئة والتحسيس لهذه المخرجات. خلال هذا المؤتمر تم طرح سؤال من طرف أحد زملائكم الصحافة حولنا، لماذا نحن نطرح من خلال الحوار تمديد للرئيس بمأموريات أو الحديث في المادة 28. فاسترسلنا في الجواب وقلنا بأنه يتطلب علينا أن نقول أننا قد طرحنا هذا الأمر منذ 4 أشهر من خلال تصريحات وتلميح قلنا فيه بأن رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز له برنامج طموح وأنجز الكثير من هذا البرنامج من خلال مأمورياته الأولى والثانية. هذا البرنامج حقق الكثير والكثير للموريتانيين. طيب، هل لازلتم تطالبون فعلا بالتمديد للرئيس؟ احنا بالنسبة ان التمديد للرئيس هو خيار استراتيجي، ولكن المخرجات الأخيرة لهذا الحوار من خلال النقاش والحوار من خلال ورشات، خصوصا ورشة الإصلاحات الدستورية، لم نكن نحن الذين نطالب من خلال هذه الورشات بتعديل الدستور خصوصا المواد المحصنة فيه، ولكن جاءت المادة 26 من بين المسائل التي تم نقاشها. وبالتالي عندما تناقش مادة من المواد المحصنة ونحن أصلا عندنا مادة مربوطة بها تتعلق بالمأموريات خصوصا المادة 28 طرحناها للنقاش، أعرضناها على النقاش، ومن خلال النقاش وجدنا التجاوب كبير من المشاركين من المتحاورين. طيب وبالتالي هذا وبالتالي خلال وبالتالي, طيب وبالتالي بررنا ذلك بأن رئيس الجمهورية وبرنامجه وحكومته أعطت من خلال مسيرتها التنموية برهانا ساطعا على أنه يستحق أن يمدد له. طيب ولكن هذا خلال ولكن جلسات ولكن الحوار، لكن الاتفاق أن ولكن لخياركم الاتفاق ولكن الاستراتيجي. انتظر انتظر ولكن الاتفاق الذي حصل هو أن تلغى 26 وأن لا تناقش وأن لا تدرج من خلال، لم تكن لم تعد من المسائل التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي مخرجات الحوار لم تعد فيها قضية المادة 26 ولا المادة 28. ولكن نحن بالنسبة لنا كما قلت لك بأن موريتانيا وضعها والوضع العربي والإفريقي والدولي نتيجة للصعوبات والظروف الأمنية والإرهاب والمخدرات طيب وغيرها من هذا جانب القضايا آخر، لكن والقضايا هذا الكثيرة. الخيار الاستراتيجي. طيب قلنا بأن هذا لا بد الرئيس أن أسأل قلنا لأن بأن هذا الإجابة انتهت. الرئيس أريد أن أعرف، طيب يستحق هذا منا الخيار الاستراتيجي كما تسمونه وتدافعون عنه، يعني لم يضمن في مخرجات الحوار، والرئيس قال في تصريحه بأنه لا يريد مأمورية ثالثة ولم يطالب بها، وبأن المواد المتعلقة بالمأموريات لن تمس بالدستور لأنها نعم ليست في نعم صالح البلد. إذا نعم نحن لماذا نعم نعم تذهبون، رئيس يعني الجمهورية تسبحون رئيس عكس الجمهورية التيار وتعتبرون رئيس ذلك خيارا الجمهورية استراتيجيا؟ رئيس الجمهورية
قال هذا وقاله بصراحة وبوضوح. أنتم أيضا ولكن قلتم نحن بصراحة كحزب وبوضوح سياسي، بأن لديكم خيار استراتيجي بشأن ولكن المأمور، نحن كحزب سياسي وطني يهتم بالقضايا الوطنية ومهتم بالشأن العام، دائما يضع الأمور التي تعني الشعب ويطرح القضايا التي تهمه، ونبض الشارع دائما تعبر عنه من خلال يعبر عنه من خلال الأحزاب السياسية ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال هيئة المجتمع المدني ومن خلال النقابات. إذا نحن عبرنا عن مدى أهمية هذا الموضوع عندنا، وقلنا بأنه خيار كان بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا، وما زال خيارا كذلك استراتيجيا بالنسبة لنا. لكن أين تتجلى يعني استراتيجية هذا الخيار؟ وقد خرجتم من حوار وطني لم تستطيعوا أن تمرروا فيه هذا الجانب، الرئيس صرح بأنه لا يريد مأمورية ثالثة وأنه لن يعدل الدستور في هذه المواد المتعلقة بالمأموريات. نحن الرئيس هذا التمسك الرئيس يعني قال هذا وقاله بصراحة وبوضوح، الرئيس هذه. قال هذا وقاله بصراحة وبوضوح، ومخرجات الحوار لا تتضمن هذا، لا تتضمن هذا. لماذا التمسك هذا إذن نهائيا بهذه المقالة؟ ولكن نحن بالنسبة لنا هذا الخيار طرحناه قبل الحوار، طرحناه كخيار استراتيجي بالنسبة لنا وصرحنا به. تطرحونه بعد الحوار الآن وقد انتهى الحوار، ولكن لا نفرضه. الرئيس لم يقل يعني كخيار الرئيس استراتيجي. لم يقل لنا أصلا أن نطرح هذه القضية، لم يقل لنا لا سرا ولا علنا، ولكن نحن قلناها نحن قناعة منا ووضوحا للرؤية التي مشاهدها في الساحة. هل الرئيس عادة يقول لكم بأن تطرحوا أو لا تطرحوا؟ لأن هناك البعض يقول بأن الرئيس يقول للوزراء ويقول للأحزاب السياسية الموالية يقول كذا وكذا، هذا تقوله بعض من الأطراف السياسية الموجودة في المشهد السياسي. نحن نقولها بصراحة وبصدق، رئيس الجمهورية لم يتدخل لا لنا ولا لغيرنا في هذه القضايا، ولكن نحن كان هذا خيار بالنسبة لنا وقد طرحناه قبل الحوار، ولكن نحن نتمسك بمخرجات الحوار ونلتزم بها وسنعمل على أن نحققها بندا بندا خطوة خطوة إن شاء الله من خلال التحسيس والتعبئة. وتتمسكون أيضا بهذا الخيار المتعلق بالتمديد؟ إذن نحن بالنسبة لنا هذه قناعتنا، هذه قناعتنا، قد لا تكون قناعة البعض من الأحزاب السياسية ولا أطراف من المشهد السياسي ولا يطرحها بعض من السياسيين، وقد تكون قاع حراما عند البعض، ولكنه حراما عنده قضية المأموريات والدستور، ولكنه لا يهتم بالدستور عندما يقول الرحيل وعندما يقول وعندما تجاوز على القوانين. الطرف الآخر من المشهد السياسي الذي قاطع هذا الحوار هو طرح قضايا، هو أهان أهل موريتانيا عندما قال لرئيس منتخب تعالوا لنرحل هذا الرئيس، وحاولوا مرارا وتكرارا طيب أن يقوموا بهذا العمل وأن يعبروا الشارع على ذلك وأن يعملوا خطوات قد تزعزع الأمن والاستقرار. الآن أن ما تطالبون به هو يناقض حتى زملائكم في الأغلبية الداعمة للنظام. الرئيس لم تطالب بالتمديد للرئيس وأنتم تعتبرونه خيارا استراتيجيا. نحن نحترم كل الآراء في المشهد السياسي، وعلى المشهد وعلى الطرف الآخر في المشهد السياسي أن يحترم لنا آراءنا. نحن لا نتلقى تعليمات ولا توجيهات من أي طرف كان كائن من كان. نحن عندنا حزب سياسي عنده مبادئ، عنده أهداف، عنده استراتيجيات، عنده رؤى، ينظر للمستقبل في الحاضر الآن وينظر إلى المستقبل. إذا نحن بالنسبة لنا لا يملي علينا أي طرف من الأطراف ماذا نقول، ماذا يجب أن نقول، وماذا يجب أن نفعل. نحن في ساحة سياسية مفتوحة، في ساحة سياسية لكن نحن في ساحة سياسية مفتوحة وفي ديمقراطية مفتوحة، ورئيس الجمهورية يعطي حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظيم، وبالتالي أنا أستغرب أستغرب على الذين لا يستمعون إلى رأي الآخر ويطلبون منا أن نستمع إلى آرائهم. طيب أنا أتمنى عليهم أن يستمعوا إلى آرائنا وأن يناقشونا في آرائنا. هذا ما نحاول لا الآن عليك أن تستمع لا أن يحملنا طيب ما لا نقول. نحن طيب قلنا أشياء نحن مقتنعون بها. طيب هذه القناعة المتمثلة فيما وصفتموه بالخيار الاستراتيجي والمتعلق بالتمديد للرئيس
بعد مخرجات الحوار التي لم تتضمن هذا البند وبعد تصريح الرئيس، يعني كيف ستسعون إلى تجسيد هذه القناعة وهذا الخيار الاستراتيجي؟ شوف شوف، نحن الآن بصدد تطبيق نتائج هذا الحوار، وهذا نتائج هذا الحوار الوطني الشامل واللي البعض يسميه لأنه ما هو حوار وطني شامل، به اللي مواسي عن الحوار الوطني الشامل، ذاك الحوار اللي يعدل في الماضي كان يعدله بعض من الأنظمة تحت الطاولات مع أفراد والله مع جماعات، لا بالمقابل بمقابل نحن وهذا النظام نعمل حوارات، نعمل حوارات على الطاولة، نريد حوارات على الطاولة، نريد حوارات مفتوحة، نريد نتائج أن تطبق. طيب رئيس الجمهورية لا بالنسبة لهم يعني رئيس كما يقولون الإشكال لا رئيس الجمهورية في طريقة ليس هناك الحوار مشكل، إنما أن يكون مشكل شاملا يدعوه لأن يعني يدعو إلى حوار. رئيس الجمهورية دعا إلى الحوار من 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 من, من, من شنقيط ومن النعمة، ما فهمش يفرض على الحوار، ولكن رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى السلطة وهو يدعو أن الحوار خيار بالنسبة له، خيار استراتيجي، كما وأن الحوار سنة لكم. وأن طيب وأن الحوار سنة طيب حميدة، هذه القناعة وأن طيب الديمقراطية سؤالي كان حول القناعة والخيار يجب أن الاستراتيجي تكون زائدة من أن تكون ناقصة. طيب سؤالي كان حول يعني تجسيد هذا الخيار وهذه نحن القناعة. الآن بصدد تطبيق نحن إليها؟ الآن بصدد تطبيق نتائج هذا الحوار المتفق عليه من طرف أحزاب الأغلبية وطرف وبعض من أحزاب المعارضة، ونتمنى على الطيف السياسي الآخر الذي لم يشارك في هذا الحوار أن يلتحق بنتائج هذا الحوار وأن لا يمتنع عن المساهمة في 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 من طرفه في التنمية، أن لا يعيق التنمية. إذن لا مجال للقناعة والخيار الاستراتيجي، لأن المسؤولية المسؤولية مشتركة، لأن المسؤولية لأن مسؤولية المتحاورين ومسؤولية المقاطعين في 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 تحقيق التنمية وفي تحقيق الاستقرار هي مسؤولية مشتركة، وبالتالي نحن ندعو الطيف السياسي الذي لم يشارك في هذا الحوار أن هذا الحوار ناقش وتطرق لكافة القضايا التي كانوا هم يطرحونها ويعتبرونها، يقولون بأنهم يريدون ممهدات، يريدون نتائج حوار قبل الحوار. نحن الآن أعطيناهم نتائج الممهدات حققناها من خلال نتائج في حوار مع جزء من المعارضة مهم، إذن عليهم أن يلتحقوا بنتائج هذا الحوار طيب الذي كان طيب هو بالنسبة لهم ممهدات، هو الآن نتائج ملموسة ومشاهدة. طيب لكن نحن الآن أمام حزب الكرامة، هناك مخرجات حوار وطني شارك فيه وهناك قناعة وخيار استراتيجي بالنسبة له، هل تخليتم عن القناعة والخيار الاستراتيجي نحن لا بشأن نتخلى التمهيد للرئيس؟ نحن لا نتخلى عن قناعتنا ولا عن ولكن لا نفرضها على أي أحد، نحن لا نتخلى عن قناعتنا ولا نتخلى عن لا تسعون يعني ولكن إلى تعميم هذه القناعة وهذا الخيار الاستراتيجي. نحن قناعتنا ما زالت عندنا، قناعتنا ببناء موريتانيا، بتحقيق برنامج رئيس الجمهورية، بمواصلة التنمية، بالأمن والاستقرار، ببناء جيش جمهوري قادر على حماية الحماة، وهو كذلك هذا حصل، وهم الآن بعض منهم يناقش 50 مليون دولار كانت موضوعة في البنك المركزي هدية من المملكة العربية السعودية، يعني كان البعض يريد أن يبني بها منازل ويشتري بها إبال ويذهب بها إلى الخارج. هي الآن هذه القناعات التي تتحدث عنها تم صرفها في في في, طيب في هذه القناعات في الجيش، هذه القناعات التي تتحدث عنها قادر طرد الإرهابيين وحارب المتاجرين بالمخدرات وقاوم حتى أنه الآن أصبح جيش جمهوري يساهم ويشارك في حماية بعض من البلدان من خلال الأمم المتحدة. طيب هذه القناعات مشتركة مع باقي الأحزاب الأخرى، مؤسسة كبيرة لكن غير المشترك هو ما طالبتم هي الآن تعدال هيئة كبيرة، وهي هذه اللي هي الحالة المدنية، هذا اللي أكبر إنجاز تحقق بعد الاستقلال هم يدخلوا فيه الأصبع ويعتبرونه غير إنجاز. هذا الإنجاز الكبير اللي متعلق به الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية والأمور الأمنية كبيرة، أصبح الموريتاني موريتاني والأجنبي أجنبي، أصبح الموريتانيين معروفين
أصبح كل شيء أصبح بإمكاننا هذه القناعات، هذه القناعات يعني مشتركة، هذه القناعات مشتركة بينكم وبين باقي الأحزاب سواء في الأغلبية أو المعارضة. شيوخنا هذه الأمور هي المهمة، هم لا يعطونها أهمية كبيرة. لكن هذه القناعات والمبادئ التي تحدثت عنها والمشاريع هي مشتركة، بعضها يشترك معكم في باقي الأحزاب، يا ريت تكون مشتركة، يا ريت يعتبرها الطرف الآخر مشتركة. حتى تسمع السؤال، بعضها يعني مشترك بينكم وبين أحزاب الأغلبية، لكن غير المشترك سواء بينكم وبين الأغلبية أو المعارضة هو هذا الخيار الاستراتيجي المتمثل في التمديد للرئيس. هل تريدون أن تكونوا ملكيين أكثر من الملك؟ شوف، نحن لا نريد أن نكون ملكيين أكثر من الملك، ولكن نحن مواطنون موريتانيون وعندنا تنظيم سياسي هو حزب الكرامة. هذا الحزب الذي عنده رؤية وعنده استراتيجية، ليست هذه استراتيجيته استراتيجية وحدها هي المطروحة، عنده مجموعة من النقاط الأساسية والجوهرية يطرحها للشعب الموريتاني. هل بات حزب الكرامة يريد الدوس على كرامة الدستور؟ لا، حزب الكرامة لا يريد الدوس على كرامة الدستور، لأن حزب الكرامة يحدد المأموريات في سنتين، يعني مأموريات محصنة، لأن حزب الكرامة هو حزب وطني استمد شرعيته من خلال الجماهير الموريتانية. هو الآن حزب حصد على الرغم من بداية مشواره السياسي، هو الآن حاصل على 6 برلمانيين. هو الآن يتكلم بقوة، لا يتكلم من موقع ضعف، يتكلم من موقع قوة، لا يتكلم من موقع ضعف، وبالتالي له رأي. لكن له الدستور رأي. الدستور يحدد الدستور السياسي. طيب، لكن الدستور يحدد المأموريات في اثنتين، هذه مواد محصنة، والحوار خرج دون المساس بها. لماذا تتمسكون بالتمديد وهذا حرب دستوري؟ الدستور نحن نحترمه، ولكن الدستور يصوت عليه الشعب الموريتاني، والشعب الموريتاني هو الذي له. طيب، لكن ما تطالبون به لم يطرح كخيار للشعب الموريتاني من اجل التصويت عليه. الدستور الموريتاني يصوت عليه الشعب الموريتاني، الدستور الموريتاني صوت عليه الشعب الموريتاني، والدستور الموريتاني لاول مره يشاور عليه في هذه المرحله. لكن ما تطالبون به دستور 91، لكن ما تطالبون به لن يكون ضمن المخرجات التي سيتم التصويت عليها. لم يشاور عليه الموريتاني ولم يصوت عليه ولم يتشاور. الان نحن نتشاور على اصلاحات دستوريه، هذه الاصلاحات الدستوريه، لكن ما تطالبون به ليس ضمن هذه الاصلاحات، ليس ضمن ما سيقدم من اجل التصويت عليه. هل انتم تعارضون خارج السر؟ هذا الدستور يتشاور عليه الموريتانيون الان. الدساتير التي كانت قبل هذا الدستور لم يتشاور عليها الموريتاني، فرضت على اهل موريتانيا، فرضت. نحن لا نريد دستور، لا نريد تعديل دستوري إلا من خلال التشاور ومن خلال الاقتراع والتصويت عليه. لكن التشاور، سواء كان من طرف البرلمان يذهب. أو من طرف الشعب الموريتاني. طيب، والشعب لكن التشاور لم يذهب. التشاور لم يذهب في إطار ما أنتم بصدده وما تطالبون به. نحن لا نحدد، الشعب الموريتاني هو الذي يحدد إن كان يريد أن يؤسس لجمهورية ثالثة. هو الآن بصدد تأسيس جمهورية ثانية من خلال دستور جديد. لكن الإشكال الآن لا يكمن، الإشكال الآن لم يعد يكمن في المأمورية الثالثة. لماذا نقول جمهورية ثالثة ودستور جديد؟ طيب، لكن الإشكال الآن ونقول أننا نريد الدوس على هذا. نحن لا نريد الدوس على هذا. لكن أنتم شاركتم في حوار. لكن أنتم شاركتم في حوار. هذا الحوار خرج بالمخرجات، ليس من ضمنها ما تطالبون به. الرأي العام السياسي هو الذي يتحكم في هذا الدستور. طيب، لكن أنتم شاركتم في حوار، هذا الحوار خرج بمخرجات، نحترم هذه المخرجات. طيب، هذا سمعنا، لكن هناك تناقض. أنت تحترم هذه المخرجات، حزبك يحترم بها، لكن يطالب بالتمديد للرئيس. هل بيتم تغردون خارج السر؟ نحن طرح علينا سؤال من خلال المؤتمر الصحفي الأخير، لكن أنت قلت بأنكم متمسكين بهذا كخيار استراتيجي، وقلنا بأن هذا الخيار كان عندنا قناعة وخيار استراتيجي. هل تخليتم عنه؟ نحن لم نتخلى عن هذا الخيار، ولكننا نلتزم بمخرجات هذا الحوار، نلتزم بخيارات هذا الحوار ونتائج هذا الحوار. إذن ستكون يعني مكتسبة. إذن هذا الخيار مجرد وللأغلبية إن شاء الله. طيب، يعني هذا الخيار لن يكون له يعني أثر على أرض الواقع، إنما هو حديث فقط لا أكثر، أليس كذلك؟ نحن قلنا هذا بصراحة وبوضوح وبرؤية واضحة وبررناه، وقلنا بأن هذا الرئيس أنه حقق لموريتانيا ما لم يحقق له رؤساء الموريتاني الذين تعاقبوا منذ 50 أو 60 سنة. طيب، والدلائل على ذلك كثيرة. طيب، لكن البنى التحتية، طيب، لكن كل جانب من البنى التحتية اللي إلى عاد ما دوبة لثلاث مرتين، دوبة لثلاث مرات، خصوصا في الطرق
في المجال الصحي، في المجال مجال التعليم. الجامعات الآن جامعتان، طيب أنت تعرف أن الجامعة طيب كانت لكن هنا لكن جامعة هذا لكن شبه هذا جامعة في برقة، طيب تعرف لكن المطار هو كان مطار في براك، الإشكال يكمن المطار الآن مطار متوسي معلمة، طيب الطرق الآن عندما لكن تدخل نواكشوط، عندما الإشكال تدخل نواكشوط 2009 وتدخل تغادرت 2009 وتدخل الآن، ستجد أنك في عاصمة أخرى ليست نواكشوط. عندما طبعا هي عاصمة أخرى وإلى طيب وإلى طيب الحوض الغرب وإلى الحوض الشرقي تجد أن هناك، وإلى تلك أيضا ولايات أخرى، لكن مستشفيات لها مقومات، مستشفيات فيها التصفية طيب الكلى، طيب فيها سيارات إسعاف، فيها طيب كل هذه المدارس، مدارس كل هذه المدائح والإنجازات، هناك في العيون، في العيون جامعة العلوم الإسلامية، طيب كل هذه المدائح، كل هناك هذه المدائح أكبر مستشفى موجود في كيفا، طيب كل هذه المدائح والإنجازات يعني هذه مشتركة بينكم في الأغلبية، لكن ما غير المشترك هو ما تطالبون به من تمديد كخيار. هل ما طالب به المعارضون؟ هل ما طالبت به المنسقية؟ لا أنا الآن المعارضة. أنا هل ما أسألك طالبت أنا أسألك أنت لا ما لا لا ما أنا لست طرفا لتسألني. عندما طالبت أنا أسأل المشاهد، عندما طالبت المعارضة بالرحيل، رحيل رئيس منتخب حاصل على أكثرية الشعب الموريتاني، هل هذا في الدستور؟ هل هذا نص طيب في الدستور؟ لكن هل هذا الطلب مشروع؟ هل هذا الطلب طيب ديمقراطي؟ طيب هل هذا الطلب هل أخلاقي؟ فهمت السؤال؟ هل فهمت السؤال؟ أنا فهمت السؤال. طيب السؤال هو على الأقل هذه التي طالبت برحيل النظام خرجت إلى الشارع، رفعت لافتات، طالبت برحيل ولكنها النظام. فشلت. أنتم ولكنها فشلت لأنها طرحت قضايا طيب خارج السياق. هل هذا ما يخيفكم أنتم؟ هل هذا ما يخيفكم أنتم أن تفشلوا أيضا من الطلب للتمديد للرئيس وقد خرجت المخرجات بعكس ما تريدون وصرح الرئيس بعكس ما لا لا لا، المخرجات لم تخرج عكس ما نريد. نحن المخرجات عندنا لم تتضمن تمديدا للرئيس، الرئيس وقف وصرح وقال بأنه لا يريد جمهورية ثالثة. المخرجات تضمنت مسائل مهمة في الوحدة الوطنية، في العدالة الاجتماعية، ألا ترون بأنكم في حرية التعبير، طيب ألا ترون في قضايا بأنكم متعددة، ألا ترون بأنكم في ترسيم اللغة العربية، طيب ألا ترون بأنكم في هذه النقطة في تطوير اللغات الوطنية، طيب مخرجات في لكن هذا ليس مأمورية ثالثة، هذا ليس تمديد للرئيس، إنشاء مرصد، إنشاء مرصد لمكافحة الفساد، هذا ليس هو تمديد للرئيس. ونحن نظامنا نظام أول نظام سياسي يكافح الفساد، لكن هذا يكافح الفساد، هذا ليس هو تمديد للرئيس. كل هذه الأمور يهتم بها الشعب الموريتاني ويراها الشعب الموريتاني ويراها المواطن، لكن هذا ليس هو التمديد ولكن للرئيس. ولكن المواطن ترى بأنكم ولكن السياسي الذي يريد العمل تحت الطاولات ولا يريد الحوارات التي تهم المواطنين لا يريد هذا النوع من المخرجات. نحن هم الذين ساهمنا وشاركنا في صياغة هذه المخرجات. طيب لكن هذه ساهمنا في صياغة هذه المخرجات. هذه المخرجات لم تتضمن هذا الجانب المتعلق بالتمديد للمأمورين. هذا الجانب الذي هذا حسمه الرئيس. هذا الجانب لا ترون بأنكم بدتم تغردون خارج السرب. هذا الجانب لا نفرضه على أحد. لا يعتبر هذا لا يعتبر هذا تغريدا خارج السرب. يا أستاذ هذا الجانب نحن لا نفرضه على أحد. نحن لا نفرضه لكن على لكن حد. لا تراه تغريدا خارج السرب. نحن نفرض فقط، نريد أن يفرض الأمن والاستقرار في هذا البلد، أن تسود التنمية، أن يستمر هذا النسق في العطاء والتضحية من أجل موريتانيا، لا من أجل جيوب أفراد، لا من أجل سرقة المال العام، لا من أجل سجن السياسيين. نحن كنا هنا يا أخي، نحن كنا في المعارضة، كنا نناضل، كنا نضحي، نريد إنشاء جامعات صروح علمية، ها هي الصروح العلمية تحققت، نريد مستشفيات، نريد طرق، نريد تنمية، نريد جيش جمهوري، طيب نريد هذا كنتم تريدون المسائل طيب التي تتعلق، نريد محاربة الفقر، طيب ها هو الفقر طيب يحارب، هذا ما كنتم تطالبون به، مهمشين تحقيق مصالح المهمشين من خلال سقيهم بالماء، هو تحقق من خلال الإنارة هي تحققت، طيب من خلال الأدواب وفي القرى وفي المدن، هذا هو اللي تحققه، هذا حققه هذا النظام، حققه الرئيس رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز، وخول له رئيس خول له الدستور صلاحيات كبيرة، يرفض مناوئه في المشهد السياسي أن لا يمارسها. طيب هم طيب حاولوا طيب إعاقة التنمية. السؤال الآن، هؤلاء السياسيون يحاولون إعاقة التنمية، لكن لا يريدون للمشهد السياسي أن يستمر طيب بهذه الطريقة. طيب هم دعوا صراحة نهارا شهارا إلى انقلاب عسكري. هم من اعترف بالانقلاب العسكري 2009 وقالوا بأنه تصحيح
حركة تصحيح. الناس اللي أقاموا الانقلاب في تلك الفترة قالوا، خصوصا رئيس الجمهورية الحالي قال إنه ردة فعل، هم قالوا إنها حركة تصحيح، هو صرح بأنه انقلاب. أنت لماذا تقول أنتم أيضا تتهمون الآن، تحاسبوننا نحن، تحاسبوننا نحن أنتم أيضا عندما طالبنا، طيب طالبنا أنتم أيضا تتهمون الآن بالانقلاب على الدستور ليست موجودة إلا في موريتانيا وبعض من الدول، لكنهم يتهمونكم الآن أيضا بأنكم بصدد انقلاب على الدستور حينما تغردوا خارج السرب بهذا المطلب الذي قال الرئيس بأنه لا يريده، وخرجت مخرجات الحوار ضده. يعني أنت قلت بأنهم، طيب حتى أكمل السؤال حتى يتضح السؤال، أنت قلت بأنهم هم أيضا خرجوا على الدستور حينما طلبوا برحيل النظام، لكنهم خرجوا إلى الشارع، هل ستخرجون إلى الشارع؟ لم يخرجوا على الدستور مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، هم خرجوا على الدستور مرات. طيب حتى تسمع السؤال، هذا ليس هو السؤال، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك. هم حاولوا أن يحاكموا الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي، الذي أصبح الآن صيفا يدمر ويحرق. هم حاولوا أن يحرقوا ويدمروا هذا البلد من خلال الدعوة. دعوا، هناك من دعا، للأسف الشديد هناك من دعا في احتجاجات وفي مظاهرات وفي ندوات بأنه من لم يقدم، شخصيات كبيرة وازنة، لكن حتى من تسمع لم يقدم السؤال. صدره عاريا للرصاص فإيمانه ناقص. حتى هذه تسمع قالها رد عليه حتى تسمع رد عليه علماؤنا الأشراف، رد عليه قضاتنا، رد عليه سياسيون. هل سمعت السؤال؟ رفضوا هذه الدعوات. هل سمعت السؤال؟ ولم يستمع الموريتانيون إلى هذه الدعوات. هل استمعت أنت إلى السؤال؟ هل استمعت رفضوها. إلى السؤال؟ نعم أنا استمعت إلى السؤال. لا لم تستمع إليه. استمعت إلى السؤال. السؤال كان هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم خرجوا على الدستور مرات عدة حينما طالبوا برحيل النظام، خرجوا إلى الشارع يطالبون بها، هل ستخرجون للمطالبة للرئيس بالتحديد؟ نحن سنخرج إلى الشارع من خلال استفتاء شعبي. هذا الاستفتاء الشعبي هل الاستفتاء الشعبي لا يتضمن التمديد للرئيس؟ على إصلاحات التمديد للرئيس، على هذه الإصلاحات الدستورية نحن سنذهب إلى الاستفتاء لهذه الإصلاحات الدستورية المتفق عليها. لكن هذه ليس من ضمنها التمديد للرئيس. هذا ما اتفق عليه الأطراف المتحاورة. إذن بيتم تغردون خارج السرب؟ لا، نحن لم نغرد خارج السرب. نحن لم نغرد خارج السرب. والموريتانيون عندما اختاروا الرئيس محمد عبد العزيز بنسبة 52 فاصل في انتخابات 2009 بعد اتفاق دكار، لكن لم يقدم لهم استفتاء بأن حزب الكرامة يريد التمديد للرئيس. عندما جاءهم رئيس الجمهورية جاء بانتخابات نزيهة وشفافة بنسبة 52% في الشوط الأول، اختاره الموريتانيون لتحقيق ما طرحه من خلال برنامجه، وها هو الآن يتحقق هذا البرنامج. طيب هذا ما دفعكم للمطالبة بالتمديد له؟ إذن نحن لا نغرد خارج السرب، نحن جزء من المجتمع الموريتاني، نريد مصلحة موريتانيا. طيب الإشكال هو أين السرب الذي تغردون داخله؟ وقد يعني يكون مخرجات الحوار خرجت بعكس ما تريدون، الرئيس صرح بعكس ما تريدون. نحن الآن متمسكون بهذه المخرجات، نحن الآن قلتها لك مرات، نحن متمسكون. أنا قلت لك أيضا مرات بأن مرات بأننا متمسكون بهذه متمسكون بهذه المخرجات، لكنكم تتمسكون إلى نجاح هذه المخرجات، لكنكم تتمسكون أيضا مكسبا لكل الموريتانيين سواء كان في المعارضة أو في الأغلبية. هذا المكسب نحن متمسكون به الآن، متمسكون لكن به الآن. الإشكال ولكن خيارنا الإشكال الاستراتيجي الآن. خيارنا الاستراتيجي يا أخي، خيارنا الاستراتيجي ما زال مطروحا، ولعت عندك أسئلة ثانية تفضل بها. السؤال الأبرز والذي لم تجب عليه والحلقة أوشكت على نهايتها يكمن في هذين الشريكين المتشاكسين، يعني هناك مخرجات حوار لم تطالب بالتمديد للرئيس، هذه أنتم متمسكون بها، لكنكم متمسكون أيضا بخيار استراتيجي المتمثل بالتمديد للرئيس. كيف استطعتم الجمع بين الاثنين؟ نحن جاوبنا على سؤال طرح علينا، لماذا أنتم كنتم من الأحزاب السياسية؟ أنتم كنتم ولا زلتم يعني؟ لماذا كنتم من الأحزاب السياسية المبادرين بطرح المادة 28 في ورشة الإصلاحات الدستورية؟ نحن بررنا ذلك. لكن لا تزالوا متمسكين. بررنا ذلك. لا تزالوا متمسكين بخيار التمديد للرئيس. عندما يستطاع أن يمدد للرئيس، يجب أن الشعب الموريتاني، نحن نطالب الشعب الموريتاني أن يمدد للرئيس. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا محمد الراضي والنهاه الأمين العام لحزب الكرامة. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.